قاسي سعيد، عارف بأن كأس آسيا غطت عليها كأس إفريقيا، ولكن لابد أن نتحدث قليلا عن النهائي الذي سيجمع قطر التي تأهلت المرة الثانية تواليا إلى المباراة النهائية، مع مفاجأة هذه الدورة النشامة والمنتخب الأردني الذي تأهل على حساب كوريا الجنوبية 2-0 مع تألق لاعبي التعمري. نعم نادي تولوز. نعم. والتألق تاع المدرب مونبولي والتألق تاع المدرب عموته مع المنتخب صحيح الأردني. أنا شفت المنتخب الأردني في نصف النهائي مع كوريا الجنوبية، يعني تقريبا شفت المقابلة تاع خاصة تاع المنتخبات العربية. الأردن منتخب قوي جدا، يعني غير له كاع النش تكتيكي وكيفاش يلعب هذا المنتخب، هذايا يلعب بصفة جيدة. اليوم كانت مقابلة تاع إيران مع قطر، ولو ايران يعني منتخب قوي في القاره الاسيويه، ولكن اللي شفنا بلي خسر 3-2 بصعوبه، راح تكون نهائي عربي. ونرشح انا يعني بنسبه كبيره المنتخب الاردني. قطر من أسوأ مشاركه في تاريخها في دوره 2015 بصفر نقطه، أسوأ مشاركه في تاريخها في 2015، الى اللقب في 2019، الى المشاركه في النهائي مره اخرى في 2024. لماذا تنجح قطر في نهائيات كاس امم اسيا وتفشل في كاس العالم؟ باسكو سي با الميم نيفو. اليوم تلعب مع طاجيكستان وتلعب مع، لكن تفوز بكاس اسيا وتوصل مره ثانيه على التوالي نهائي كاس اسيا مع فشل ذريع في كاس العالم، هذا يحدث يعني اختلال. كاس العالم نظموها هما، كان عليهم ضغط كبير، اول مشاركه في تاريخهم في كاس العالم. علاش كاس اسيا نظمت في الاردن منظمه ايضا في قطر؟ باسكو سي با الميم، علاه لا ميم بريسيون كوب دي موند في قطر كيما كوف. راح الحال واقع، الواحد غير باع. سي با لا ميم بريسيون، سي با لا ميم شوز دي تو. كاس العالم شيء اخر، افضل منافسه في تاريخ كاس العالم، في تاريخ كره القدم، واكبر منافسه في المنتخبات عبر التاريخ اللي هي لا كوب دي مون. انك تنظمها في بلادك واول مشاركه، والضغط الكبير جدا اللي كان على اللاعبين، ماشي كيما الضغط تاع كاس امم اسيا. التعموري هو نجم الدوره لحد الان. التعموري، وكاين انا اليوم شفت قاطر صراحه، اكرم عفيف هذاك لاعب ممتاز جدا، رقم 11 اللي عنده شعر وشويه، لاعب ممتاز جدا. شفت رقم 10 تاع الاردن؟ واسمه اليساري هذاك، شوي تاع مونبولي. نعم هو تعمل 26 رايح. ومنتخب القطري اليوم كان قوسين او ادنى من مباراه تمشي الوقت الاضافي. اللقطه الاخيره للمنتخب الايراني اللي ضربها في القائم، قبلها كانت 3-1 ضيعوها. تعموري حارب منتخب كوريا، لا اقول لوحده، ولكن حاربه بشراسه كبيره. شاهدناه يتالق نصف النهائي ايضا، سبع دورات يقصف دور نصف النهائي، عقده كان قريب من التاهل لنهايه كاس العالم. الاردن كان دائما ما يلعب مباريات فاصله قبل التاهل لنهايه كاس العالم ويفشل في ذلك. والله الفريق الاردني يعني ابهر في هذه الدوره هذه، يعني شفت انا لي ماتش تاعو، وين يعني ديفونسيفمون سون سوليد، يعني ما يسجلوش عليهم بزاف الاهداف. نقول يعني لا فينال كونتر الفريق القطري، راح نرشح للفريق القطري. نقول يعني اللي قال عليه ميدو عفيف، اكرم عفيف لاندي ميور جوال فلازي، يعني لاعب مهاري الفاز، ولكن اليوم فازوا يعني ديفيسيل على الفريق الايراني. الفريق الايراني يعني اللي قوي، يعني نجم يفوز عليه الفريق القطري 3-2 يعني حتى الدقائق الاخيره. ولكن راح نشوف يعني المستوى مليح في اليوم المقابلات. اول مره في تاريخ الاردن في النهائي. الاردن يعني في النهائي. عموته حقق نصف مفاجاه او نصف معجزه بالتاهل الى النهائي، ويستحد لتحقيق المعجزه الان بصراحه. الشغل الكبير لهذا المدرب الرائع الذي حقق نتائج باهره مع المنتخب الاردني. والله يعني الفريق الاردني يمشي كما ينبغي، يمشي حتى للفينال. اليوم نقول يعني المجموعه اللي سواء اللاعبين ولا ستاف تكنيك اللي اداوا يعني تورنوا يعني لاباس بها، نجموا باش يلحقوا الله فينال، امنوا بقدرات تاعهم. ما من مقابله تاع الربع النهائي يعني اللي تاهلوا بضربات ترجيح جو كروا، يعني اداوا يعني اداوا بطوله لاباس بها حتى الفينال. نعم. محمد اسمح لي. تفضل. انتقد كثيرا في المغرب لما خسر في نصف النهائي مع المنتخب الجزائري في كاس العرب. ربع النهائي. ربع الليلي. قبل الليلي. انتقد كثيرا، ولكن عرف كيفاش يعاود يولي ل نعم. المنتخب تاع الاردن. شاهدنا في امين، شاهدنا في
نهائيات كأس أمم آسيا. العائلة الحاكمة اليوم في قطر بقيادة الأمير الوالد في المدرجات تشجع المنتخب وتفرح لفوزه. وشاهدنا أيضا ولي العهد الأردني يحضر لمباريات الأردن، أعتقد حضر مباراة الربع النهائي والنصف النهائي ونزل إلى أرضية الميدان لتشجيع اللاعبين. اهتمام سياسي كبير أيضا بهذه الدورة. يعني كرة القدم حاليا في العالم كله حتى في أوروبا أصبحت سياسية، رياضة سياسية أكثر من رياضة شعبية. الآن دخلت الأموال ودخلت السياسة في كرة القدم، ف هذا الأمور منتظرة. نعم، من ترشحون للفوز بكأس آسيا قاسي سعيد؟ الأردن. 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 قطر. 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 الأردن. قطر الأردن. الأردن. الأردن تعاطفا مع. دائما يكون تعاطفا مع المنتخب الأردني. قطر فازت بكأس الأمم الآسيوية تعاطفا مع الأردنيين الذين لم يصلوا إلى النهائي. نرشح المنتخب الأردني وكلهم يبقون إخوانا لنا. إخواني كما سمعتم يعني الترشيحات ديالهم كانت الأغلبية رشحوا تقريبا فرق ديال واحد رشحوا المنتخب الأردني، لكن مقدم ديال البرنامج كيحط السؤال كيقول له أودي المدرب حسين عموتة شنو دار، ولكن الجواب ديال المحللين كيهرب وكيحاول ما أمكن أن يتكلم على المنتخب الأردني وما يتكلمش على المدرب المغربي حسين عموتة. الآخر قال له أودي راه انتقدوا المغاربة، راه الهدف ديال بلايلي زعما راه كذكرنا الهدف ديال بلايلي في كأس العرب يعني، والمغاربة يعني انتقدوا بزاف، اليوم ها هو كينجح راه الحمد لله كما 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 قلتوا راه خرج يعني الامير ديال الاردن يحتفل بالانجاز التاريخي ديال النشامه مع المدرب المغربي. ونتمنى ان شاء الله بحول الله انه الخاتمه تكون رائعه بالتتويج بكاس امم اسيا لاول مره لكره القدم الاردنيه. نخليكم اخواني ايضا تسمعوا الاعلام العربي مختلف المنابر، جبت لكم لي فيديوهات منه ومنا، كاين الكثير ديال المنابر العربيه اللي اشادت وتكلمت صراحه بكلام كبير على حسين عموتة وما قدمه مع منتخب النشامه. نخليكم تسمعوا التحليل العربي في منابر مختلفة على عموتة وكذلك على المنتخب النشامة والإنجاز اللي حققوه في كأس أمم آسيا بقطر. نخليكم على الفيديو نتلقاو في النهاية ديالو. صحيح، برافو لحسين عموتة أولا لأنه رجل يشتغل في صمت، لا يحب كثيرا الأضواء، أكيد بأنه مدرب جدي، ليست لديه علاقات مشبوهة في الوسط الرياضي، إنسان يحب العمل الدؤوب، وهذا ما أظهره في العديد من التجارب منذ يعني بيته الأم الاتحاد الخميسات وصولا اليوم إلى المنتخب الأردني، مرورا عبر السد القطري، عبر الوداد البيضاء، والعديد من التجارب التي أغنت من دون شك السيرة الذاتية للحسين عموتة. اليوم تجربة الحسين عموتة تستحق الدرس. لماذا؟ لأن قبل انطلاق كأس آسيا كل تقريبا جل الجماهير الأردنية كانت تنتقد الحسين عموتة على اعتبار أنه كان في مرحلة تحضيرية وتقريبا خسر العديد من المباريات الودية بحصص كبيرة، وفي ذلك الوقت كان الحسين عموتة يؤكد ويقول بأن أترك للوقت من أجل العمل لأن لتجهيز منتخب قوي قادر على التنافس فهذا يلزمه العمل. بالفعل الحسين عموتة وضع الثقة في مجموعة من اللاعبين وأيضا حضر المنتخب الأردني لهذه المنافسة ودخل بقوة. حسين عموتة مش عشان وصل المباراة النهائية، ولكن هو أكثر المدربين استفادة من المباريات اللي اتلعبت المنتخب الكوري مؤخرا، منها مباراة الأردن 2-2 وتعادل في الدقيقة الأخيرة، مباراة أستراليا وتعادل في الدقيقة الأخيرة، المباراة بتاعة السعودية وتعادل في الدقيقة الأخيرة. بالتالي لما نيجي نتكلم على مدرب تعامل بسيناريو رائع في الشوط الثاني، احنا قلنا ان هيلعب على هجمة مرتدة ونجح. اثنين لعيبة كان بيلعبوا خط دفاع المنتخب الأردني اللي هم موسى تعمر ويزن، نقل محمود المرضي وخلاه لعيب ثالث في نص الملعب في الشوط الثاني من بدايته، وتقل كتير جدا نص ملعبه، دي جزئيه ما اداش تعليمات لمنتخب الاردن برجوع للورا طوال ال 90 دقيقه او ال 96 وال 98 دقيقه. منتخب الاردن ببلوك عالي من قدام ال 18 ده ما عملوش السعوديه ولا استراليا، والتعادل كان 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 نتيجه المباراه. وبالتالي بنيجي نتكلم على مدرب حافظ لعبته صح، قرا الجيم صح، تعامل مع مجموعه لعيبه مهره بيقدروا يوسعوا الملعب ويقدروا يتحكموا كمان في عمليه الاستحواذ. خطورتك انت كانت اعلى، الهجمه المرتده، غير ان قراءته للعب على العمق الدفاعي، ودي كانت نقاط من النقاط الايجابيه اللي لعب عليها حسن عموتة. بالتالي بتتكلم على مدرب عربي، مدرب عربي باقل اقل الاموال، اقل من اي مدير فني بيجي باسم كبير جدا، ومع ذلك الروح والدم واللغه والتعامل والكفاءه اثبتوها لعيبه الاردن النهارده مع اكتشاف العناصر. يا اسامه انت كنت بتتكلم على موسى التعمري، انا بالنسبه لي واحد من افضل لعيبه العرب في التوقيت الحالي. الحسين عموتة ما الذي قدمه جديدا في هذه البطوله يختلف عن ما سبق البطوله كي يكسر الارقام القياسيه للمنتخب الاردني ويضع اسمه قبل عدنان حمد والجهري؟ كلمه لعموتة، عموتة اقول له الله يسعد امك وابوك، والله يسعد الدنيا اللي جابتك لنا على الاردن، والله انك رفعت روسنا والنشامه قدها، وان شاء الله يا رب الكاس عربي. والله عموتة صنع فريق قوي وهو مدرب جيد، يعني حتى من كان في قطر يعني مدرب كان جيد وجاب القاب في قطر، ومن جاء رغم الضغوط اللي كانت عليه لكن عموتة قدم مباراه وبطوله كبيره يعني بصراحه يستاهل التاهل للنهائي وان شاء الله يفوز باللقب. صراحه داهيه صدقا، ما اعرف شو العقليه شو التكتيك اللي عم يلعب فيه، بصراحه خارج الاطار خارج تفكيرنا كلنا، بصراحه ابدع 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 بهذه المباراه، ابدع بجميع التشكيلات خصوصا يا الله بالشوط الثاني. الله 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 الاردن، الله ان شاء الله يا رب تقبل
الاحترام والتقدير، برغم انه عموته مر في ظروف صعبه جدا، معاناه كبيره، معاناه لهذا الرجل عندما تعادل في كاس العالم، تصفيه كاس العالم مع طاجكستان، خسر مع السعوديه، لربما حتى كانوا قريبين من اقالته، لكن سبحان الله تحول المباراه الوديه اللي لعبها اكثر مباراه خسر فيها، تعرض للانتقاد، لكنه اليوم عموته اثبت انه هذا الرجل رجل ذكي، يملك رؤيه كبيره، فكر، يعرف كيف يقبل الخصوم، ولذلك هو كل التحيه لهذا المدرب لعموته الصراحه. بسبب عقليه مدرب، تعامل مع المدرب، روح الاداء اللاعبين، اليوم احنا بنتابع في المباراه شعرنا ان الاردن بيلعب ب 15 لاعب، اينما ذهبت الكره تشوف ثلاث اربع لاعبين موجودين، طب هذا الشيء كيف بيحصل؟ بيحصل بالعطاء، بالعزيمه، بالاصرار، بالروح، بالجهد، كل هذا مضبوط بدقه من مدرب عرف كيف يتعامل مع المنتخب الكوري. امام طاجكستان كان المنتخب هو الافضل، امام المنتخب العراقي كان هو المنتخب الافضل في اغلب اوقات المباراه، استحقاق تعادل امام كوريا. فالشيء اللي بيبسطك اكثر، بيسعدك اكثر، انه انت مستحق، وصولك الى هون مستحق. اليوم نتكلم عن منتخب ادى اداء الجميع بيشهد له انه هو اكثر منتخب اقنع في البطوله من دور المجموعات للادوار الاقصائيه الى النهائي.